عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ باتل فيلد 2042 نزلوا ابديت، تعدلوا حاجات في اللعبه. اللعبه المفروض ان هي اتغيرت تماما، يعني الاسلحه، الاوبتمايزيشن، في حاجات فيها كده تفاصيل. السكور بورد بقى فيه سكور بورد دلوقتي، هاد بتاعك اللي بيبقى موجود هنا على الشاشه ده تقدر تصغره، مش اي مشكله. الاسلحه نفسها كمان بقى فيها ريكويل عنيف يا اخوانا، بقت حاجه مش مفهومه. كمان بقى فيه يعني الاي بي اس كمان زادت، ما بقاش فيه تقطيع ولا اي حاجه من دي يعني. فالمهم خلونا نشوف كده الموضوع هيبقى عامل ازاي، نجرب. عاملين يا اخوانا ايه الاخبار؟ يا جماعه لو انتوا عاجبكم السلسله بتاعت باتل فيلد عامه يعني يا ريت لايك الفيديو سبسكرايب، وخلونا نشوف. وعايز اعرف برضك رايكم بعد ما جربت اللعبه، غير ان انت في دلوقتي تقدر تعرف الاتاشمنت بتاعتك. انا ما عنديش اتاشمنت عشان مش ملف الاسلحه يعني، بس تقدر لما بتدوس على الاتاشمنت تقدر تعرف هنا الاتاشمنت دي بتعمل ايه بالظبط. هل مثلا بتقلل الريكويل، بتقلل الدمج مثلا كده يعني. في حاجات كتيره قوي، في حاجات طايره في الجو، وفي اكياس، عارف انت ايه ده؟ ايه التفصيله دي؟ انا سبت اللعبه بعد الابديت على طول، عارف اللي هو ايه ده؟ تعمل ايه؟ انا نزلت الابديت يعني عارف ايه اللي هو ايه، سبت اللعبه على السيتنج بتاعتها بس، يا دوب بس غيرت شويه حاجات في الكي بوندنج بتاعي وخلاص. بس سبت. اوكي. ها؟ اوه ليتس جو. لا ما لحقتش. الحته كانت حلوه قوي. الريكويل بتاع الاسئله ايه ده؟ اوكي يلا بينا مع بعض. طيب. هات بقى النجم ده. الريكويل، سلام، انا عايز اشوف الريكويل انظامه. الو، الدنيا تعتبر جميله. ال ام جي ده جامد جدا. اوكي ده مات. حد بيضرب عليا؟ حد بيضرب عليا؟ هما حاطين حاجة هنا بيسبانوا بيها. الو، اوكي هاي. في ناس كاتبة ان اللعبة بقت ماتش مور فن افتر ذا ابديت. لا، اللعبة بقت جامدة، اللعبة بقت انتنس. بقول لك كده، واحد كاتب لك انتنس. ها؟ ها؟ ولا في واحد قدام يا قدام في على اليمين. جو 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 جو. لا حد صاحبها بليز بليز، الله عليك برنس. اللعبة جامدة. جو 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 جو. باي. لا يا عم، السلاح بيعمل سويتش، السلاح بيعمل سويتش، انا مش عايز يعمل سويتش. حالف طلاق ثلاثة ان هو يغير السلاح. تعمل ايه هنا؟ تعمل ايه هنا؟ ايه الدخان ده؟ ايه الدخان ده؟ موت يا اسطى، موت يا اسطى، ربنا يبارك لك. مات. ليتس جو. ال ام جي ده جامد. لا 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 لا. ليتس جو، كان نفسي اعملها دي. الحته دي جامده. الو، ممكن ابيك من هنا؟ استنى يا عم، الانجل دي عايز بحط اتاشمنت، في حاجه فتحتها للسلاح دوت. بس هو عامه اوفر اول السلاح ده يعتبر ليفل 1 تقريبا، بس حلو.
انا بضرب سبريسور فاير وخلاص. يا سميكي اطلع يا ايه ده كسبنا يا عم. اللعبه جامده اللعبه جامده جدا. انا دولك عملت الابديت ورحت اللي هو سبتها زي ما هي. مساء الخير يا اخوانا. مسا مسا على الناس الكويسه. مسا مسا على الناس الكويسه. الو هو ايه اللي بيحصل؟ اوكي ايه لا ولا ايه ربيع ايه ربيع لا عمو جو ايه ده ايه ده ايه ده في ايه الميكروباص ده يا عم؟ ما هو ده هي العيال مش عارف اللي انا معاهم ولا ايه. لا تاني 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 البتاع ده الدبابه دي طلعت مسخره. ده ايه اس كيس ده ولا ايه؟ في شبه من الاس كيس. ده ايه السلاح ده؟ ده كام طلقه؟ ده 6 طلقات. واحد بص علينا. جبت واحد. حلو السلاح ده. هو زميلي بيتخانق مع مين؟ اوكي اي جات يو برو. جميل جدا السلاح ده جميل جدا. جامد ده السلاح جامد. ده طلقتين ده طلقتين. الو ده طلقتين. الو غيرت السلاح بالغلط يا عم عشان كنت عامل ابيوز. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا ولا الصاروخ. يا الصاروخ يخرب بيتك. الصاروخ يخرب. الو انا متشاف. هاي اوكي اوكي ليتس جو يا عم كسبنا. الو يا عم جامد جدا. في حد كان كاتب ريبورت فور انفيزيبل تقريبا حاجه زي كده. ما اعرفش ده انا ما شفتش دوت بس ما اعرفش ده كان تبعنا ولا تبعهم. السلاح ده حلو بس اللي هو ايه 6 طلقات بس عارف فغالبا ضحك. السلاح ده جامد. ووهو ليتس جو. ايه ده؟ اوكي طيب ماشي. شفت الماب من تحت تقريبا حاجه زي كده. ليتس جو. انا ممكن انزل هنا قول كده. لا ايوه ايوه بس 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 هنا بقى هنا بقى هنا بقى ربنا يبارك لك هنا ربنا يبارك لك. كيف افتكرت مش حد هيشوفني هنا. ولا احنا وراهم تقريبا. بيموت ده طيب ولا ايه؟ السلاح ده جامد جدا بس هو عايز ما تبوشش بيه عشان الضحك اللي بيحصل منه. انا ممكن اركب معاك. جو 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 جو. بوي العربية الفيكل الصغيرة دي عبارة عن ضحك. تايم تو داي ليتس جو. فعلا فعلا. الو الو
ويت الموضوع بقى جامد. العربية دي مسخرة. هلا دي لعنده وص. هما قدامنا تقريبا هنا تقريبا والله. كسبنا. جامد جدا. اللعبة بقت مسخرة يا اخوانا. اللعبة بقت جامدة جدا. بقولوا لي لو انتوا حابين نبقى نلعبها تاني يعني وكده، لان بصراحة الموضوع بقى ممتع بصراحة بعد الابديت يعني. الاسلحة بقت مظبوطة. بقولوا لي عن تجربتكم مع اللعبة يعني بعد الابديت يعني وكده يعني. بس عموما يعني يا رب عجبكم لعبة الفيديو، حابين نشوف فيديوهات تانية من عالم مختلفة عن باتل فيلد يعني. تأكدوا لايك وسبسكرايب وشوفوا الفيديو الجاي. سلام.